بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مركز بدر، مديرية التحرير، جمهورية مصر العربية، إنتاج العنب تحت السوب. حيث تتميز هذه المنطقة بالجو المعتدل، قليل المطر، شديد الرياح، حيث تصل درجة الحرارة في داخل الصوبة إلى 3 مئوي ليلا، وفي الصباح الباكر بتتراوح ما بين 5 ل7 درجة مئوية. أترككم مع شرح لعمليات الخدمة لإنتاج محصول العنب والمهندس محمد قطب. تمنياتي بدوام الصحة والعافية والسعادة للجميع. حنان يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين، محصول العنب النهاردة من أهم المحاصيل للتصديرات الزراعية في مصرنا الحبيب، في مصرنا الحبيب. ولابد من اختيار القواعد الأساسية اللي نمشي عليها المهمة، اللي هي اختيار الصنف، واختيار الصنف اللي يتلائم معايا في الجو بتاعنا. الحمد لله ان ربنا كرمنا بجو معتدل. في اصناف كتير طبعا من انواع العنب، في الفليم سيدنس، في الايرلي، في البرايم، في الكريمسون، في الانيا، منها الانواع المبكره ومنها الانواع المتاخره. الانواع المبكره زي البرايم، زي الايرلي، زي الستار لايت، دي انواع مبكره. الانواع المتوسطه زي الفليم، زي اللهم صل على سيدنا محمد، زي السبيريور، دي انواع متوسطه. تمام، ببدا اختار الصنف اللي هو بيديني انتاج عالي عشان يغطي لي التكلفه. زي ما حضراتكم شايفين، دي تكلفه زراعات محميه. في اصناف خصوبه بتاعتها 50% زي السبيريور، في اصناف الخصوبه بتاعتها بتوصل ل 70% و80%، في اصناف 100%، في اصناف 150%، يعني العين دي بتطلع لي عن ايدين اثنين. تمام، ببدا عمليه التقليم بتاعتي. بعد كده عمليه التقليم حسب النوع، حسب الخصوبه اللي انا بشتغل عليها. خصوبه 50% ببدا ازود عدد طرحات وازود عدد عيون، خصوبه متوسطه، خصوبه عاليه، حسب قدره الشجره اللي قدامي وحسب نوع الخصوبه. بالنسبه للنوع زي اللي احنا واقفين ده اسمه فليم سيدنس، ده طبعا موجود عندنا من فتره. بقلم بالشجره من 12 ل 14 طراح، طول الطراح من 5 ل 6 عين زي ما حضراتكم شايفين. بخلي على اغلبيه الازرع دبره بحيث ان الخشب بتاعي ما يسرحش لقدام، يبقى انا بطلع عينين هنا ولا حاجه، اخد منهم عنقود وفي نفس الوقت ارد بيهم الدراع بتاعي من ورا. دي بالنسبه لعمليه التقليم، بتتم حسب نسبه الخصوبه بتاعه الصنف اللي انا زرعته. وهو دايما اختار الصنف اللي هو يمشي معايا تسويق خارجيا وداخليا، ما اعتمدش على السوق الخارجي لوحده ولا على السوق الداخلي. بتاعها في شهر 12 من 2012 او 17/12، وببدا ارش العمليات الرش المبكر بتاعي اللي هو بتخريج العين، اللي هو الدروميكس. معروف ان الاصناف المبكره من يوم 25/12 ل1/1. عمليه التبكير لها ضرر ولها مميزات. الضرر بتاعها ان انا لو بكرت زياده عن اللازم بيقل من الخصوبه بتاعتي، لان نسبه البروده ما اكتملتش، ولو اتاخرت بخسر السوق بتاعي. يبقى انا اظبط نفسي بحيث ان انا لا بكر ولا اتاخر، لا اخسر العميل ولا ابكر بالصنف بحيث ان انا اخسر من الانتاج بتاعه. ماشي. بالنسبه للتقليب كده انتهينا منه، هنشرح عمليه الخضر بعد كده ان شاء الله. بالنسبه احنا معانا من 12 ل 14 طراح، والاغلبيه خلينا في المتوسط 12 13 طراح. معايا الطراح طوله 5 عين او 6 عين، ببدا بعد كده بيظهر لي الانتاج بتاعي اللي هو الجوده بتاعت العنايد، بيظهر لي العنقود. ببدا انتخب من كل طراح سمري من دول 3 طراحات خضري بالعنايد بتاعتهم، افضل 3 عنايد كشكل وكحجم وكمكان. يبقى انا كده حددت محصولي من بدايه النشاط، ركزت جميع الغذاء ان هو يروح للي انا سايبه بس حسب قدره الشجره اللي قدامي، والاغلبيه بتشيل من 30 عنقود ل 38 عنقود، خلينا متوسط 34 عنقود 35 عنقود، عشان اخد منهم جوده عاليه، حجم ممتاز، السوق بتاعي يبقى مظبوط. كده انا ركزت الخضر بتاعي، جوده العنيد، الغذاء كله طالع عليها لوحدها. تمام، اهم حاجه في عمليه العنب ان انا اراعي عمليات الرش الحشري في مواعيدها،
الرش الفطري في مواعيده، لان حضرتكم لازم في فترات من الفطر بينشط وفي فترات للحشره بتنشط. اراعي المشوار ده كله، الموضوع ده كله، والم بيها بحيث ان انا ما اخسرش الصنف بتاعي. بعد كده بخش على عمليات الخضري، ان انا بظبطها ان هي زي ما احنا قلنا ثلاث طراحات خضري بعنقتهم على الطراح السمر اللي هو ده ماشي. وبعد كده بقى راعي عمليه الخف عند اكتمال التزهير 100% او 120%، رش رشه الخف بتاعتي ورشات التكبير في مواعيدها، رشات اللون في مواعيده تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. كده احنا اهم حاجه عندنا زي ما احنا قلنا رشات الحشر في مواعيدها ورشات الفطر في مواعيدها. وبعد كده ببدا اكشف ان شاء الله، بعد كده حسب حجم الحبايه اللي قدامي ببدا ادي اضاءه، لا هي مباشر ولا اسيب الارض ضلمه بحيث ان العنقود بتاعي ما ياخدش حجم، والطراح بتاعي اللي جاي اللي بعد كده ياخد حجم ضعيف والضلمه تاكله مني. ببدا ادي اضاءه بنسبه معينه، يعني ما ليكن 70% في البدايه، من بعد اكتمال الحبايه ما توصل 10 مللي او 7 مللي. وبعد كده حسب حجم الحبايه قدامي، كل ما حجم الحبايه ياخد حجم معايا ببدا اكشف الاضاءه معايا لحد اكتمال العنقود. والله الموفق، وان شاء الله نكون احسن الناس. احنا بقالنا كذا سنه في ازدهار، وان شاء الله نكون في ازدهار ونكون افضل الدول كلها. احنا عارفين وبتعمل جميع المحاصيل عندنا هي ذبابه الفاكهه وهي الدروسيتلا، طبعا بنعالجها معالجه رش حشري، وممنوع الرش قبل الحصاد بشهر او باكثر. بعد كده بنعالجها عن طريق المصايب، مصايب ذبابه الفاكهه، ودي اخطر حاجه بتهدد الفاكهه جميعا في مصر. بنرش رش التزهير، رش ذبابه دوده الثمار، وهي برضو من المشاكل الكبيره جدا اللي بتقابل المزارع. بنرش بعد التزهير 30% او 40% من التزهير عشان الزهره تقفل على المبيد وهي راديانت او رسل. وبعد وبرضو من الحاجات الخطره جدا جدا اللي بتقابل محصول الفاكهه محصول العنب وهو الفطر. عندنا نوعين من الفطر، الفطر البياض الزغبي والبياض الدقيقي، والاثنين اخطر من بعض. رش عند تزهير 70% او من 65% ل 70% عند التزهير، ورش رش الفطر في الدور او ما يعادل الماده الفعاله بتاعته، واخد بالك، وهو عشان الزهره تقفل عليه، يبقى انا كده قفلت على نظافه. وبرضو بكرر الرشتين دول عند حجم الحبايه لما يوصل 10 مللي، ارش رشه دوده الثمار. وعند بالنسبه للذباب، بالنسبه للحشر، وبالنسبه للفطر ارش عند بدايه تلامس الحبات، عند ما يبدا العنقود يبدا يقفل على بعض، وارش رشه فطر عشان يبقى انا مطهر المنطقه اللي ما بين الحب وبعضه، ما تعمليش تعمليش عفن في العنقود. دي بالنسبه اخطر حاجه بتقابل محصول العنب في الفترتين دول، هي الحشري والفطر، وده ليه ميعاد رشات وتوقيت معين، وده ليه ميعاد رشات وتوقيت معين. بعد كده هي زي ما احنا قلنا قبل كده عمليه التكشيف مهمه جدا جدا جدا، برضو بتمنع انتشار البياض، بتمنع ان انا اعمل بيئه ملائمه للحشره انها تعيش فيها. هي عمليه التكشيف وعمليه الرطوبه العاليه برضو مهمه جدا، بحيث ان انا ما هيأش بيئه الحشره تعيش فيها. وطبعا زي ما احنا عارفين ان الرطوبه العاليه مع التكثيف الظل بيساعد على انتشار الفاكهه. والله الموفق.